مرحبا فيكم حبايبي برج الدلو ان شاء الله هذا الشهر انا شايف الورق حلو وحبايبي تفائل والتفاؤل هو الحل بالبدايه قبل ما انسى خليني احكي الابراج او الطاقات اكثر إشي مبين ميزان اسد قوس في كمان اللي هم ناريين ناريه هوائيه ومائية هذا أكثر شيء مبين بالورق آه خلينا نشوف طاقة برج آه الدلو لهذا الشهر يعني أغلب أفكاره أو آه سوري أغلب أفكاره أو آه يعني طاقته على شو مركزة هاي الفترة آه مشاعره أفكاره لكل فترة إلها طاقة معينة فنشوف طاقته آه لهاي الفترة كيف عامله اها آه شايفة نوعا ما تحقيق بعض الامور اللي كانت شوي صعب انه تتحقق شايفة تركيز عليها وشايفة في نتيجة حلوة من وراها فشايفتك عم بتركز على الطموحات أكثر إشي يا برج آه الدلو آه وكأنك عم شوي <applause> فقدت الثقة بالحب جيت يعني كل أملك بالشغل البعض منكم طبعا مش الكل عم بشوفكم روحانيين جدا هاي الفترة بتصلوا كتير صلوات دعوات يعني عم بتكون وعم تتواصلوا روحانيا وعم بيكون في حب كبير في موجود على الأغلب حب جديد على الاغلب لكن ممكن يكون مع اشخاص قديمين يعني مش مش شرط لكن الاغلب هاي هي طاقتك لهاي الشهر حبيبي شايفيتك طلعت من مشكله كبيره خلينا نقول هاي المشكله انا بسميها يعني اشياء كبيره مصيريه طلعت منها ممكن تكون هي انتهت خلاص طلعت منها لكن ممكن تكون طلاق ممكن تكون خسارة عمل ممكن اللي هي خسارة يعني ولكن انت تعديت هذا الموضوع بعد ما خسرت هذا الشيء زرعت نصر او في عندك نصر بعديها تماما يعني هي المشكلة بعدين النصر تماما واكنه على نفس الشخص او بنفس الاتجاه هدول الكرتين عم بيكونوا لانه بجنب بعض مع هذا الاشي كله عم بتحاول انك تستشفي عم بشوفك شوي تعبان يمكن الظهر عندك او تعبان نفسيا ممكن النوم عندك في مشكله او الاكل الجهاز الهضمي اكثر يعني بعضكم طبعا مش كلكم ولكن هذا الموضوع عم يتطور عم بيصير ممتاز شايفيتك بالعمل عم بتحقق انتصارات اكثر من انتصار واكثر من فوز عم بتحقق واللي ما عندهم شغل عم بيلاقوا اكثر من فرصه انا بشوف هذا الشهر اكثر من فرصه لهم انه يلاقوا شغل ف حلوه كثير على مستوى العمل عم بتحاول تعمل توازن ما بين الحب او العائله والعمل من بعد فتره كان فيها التوازن مش اوكي عم بشوفك كتير قوي من بعد فترة كنت متوجس كنت على فكرة برج الدلو كان في عندك طاقة سلبية قوية كان في عندك شي قوي يمكن سحر او حسد او شغلة ولكن عم بشوفك عم تستشفي منها على خير عم تطلع منها شهر سبتمبر ان شاء الله بتكون خلصت من هذا الموضوع نهاية سبتمبر بتكون خلصت من هاي الطاقة السلبية إن شاء الله تماما شايفيتك نضيف الشاكرات تبعولك نضاف في آخر الشهر أمورك تمام أكتر شي الناس اللي عم يدرسوا عم بشوف في نتائج كتير حلوة في نجاح بامتحان يمكن كررت الامتحان أكتر من مرة ولكن شايفة نجاح شايفة احتفال بالنجاح مع الأصدقاء أو مع الأهل عم بتفرح أهلك بهذا الموضوع أو عم يفتخروا فيك وممكن تكون نفسك أنت صاحب العائلة يعني الأب أو الأم أنت نفسك الدلو أنه أولادك رح يفرحوك بهذا الموضوع موضوع الدراسة هذا الشهر فكمان بيطغى على الكروت والناس اللي عندهم دراسات عليا أو عم يدرسوا في بلد تاني لاني عم بشوف شوي من او بعض ناس برج الدلو اما انتقلوا على بلد تاني او رح ينتقلوا بشهر سبتمبر عم بشوفهم عم ينتقلوا وعم بيحاولوا يكبوا كل الاشياء السلبية وكل المشاكل بالبلد القديم او بالمسكن القديم ويحاولوا يغيروا يروحوا على جديد عم بشوف برج الدلو الاشخاص وكأنه عم بغيروا جلدهم وكأنه تعلموا بما فيه الكفاية من الحياة ومن الأشخاص اللي حواليهم عم بغيروا جلدهم يعني الناس عم تطلع عليك عم تحكي لا مش هذا مش هذا هو انه كتير كتير رح تكون شخصيتك متغيرة عندك حكمة كبيرة تحط حدود للعالم من بعد ظلم كبير أكلته انت فعلا انظلمت كتير آه فعم بشوف بعده زي ما قلنا في انتصار من بعد هاي المشكلة آه شايفيتك عم بتفكر بشكل ابداعي او انك تطلق آه فكرة بشوفك فيها آه اما شغلة ابداعية او شغلة آه بتساعد فيها الناس فيها مساعدة للناس مش انه بدون مقابل لا بمقابل ولكن بشوف فيها مساعده بتقدم مساعده للناس ممكن تكون هيلر ممكن تكون في جمعية خيرية عم تشتغل أو عم بتحاول تعمل هذا الموضوع يعني عم بشوف خير من عندك بطلع للناس وعم تتصدق بهاي الفترة كتير عم بشوفك كتير كريم أنت بالأساس كريم بس هذا الشهر أكثر عم بتكون كتير محتاط في شخص حواليك امرأه او رجل مش يعني مش شرط ولكن هذا الشخص برجه مائي على الاغلب هذا الشخص في مشاكل بينك وبينه مش شايلك من راسه رح يضل فتره يعني في في راسه آه انت موجود وراح يحاول انه يعني يعمل شويه مشاكل ولكن ما راح يطلع في ايده شيء انا ما شايفه انه بس آه اللي هي آه على الفاضي محاولات آه فاشله بس انك شويه تكون آه محترس من هذا آه الموضوع عزيزي في في عرض راح يتقدم اما منك اما من الشريك آه شايفه في الكروت جايه فوق بعضها كثير حلوه انت والشريك شايفيتك في في قمه الحب وال من بعد مشكله كبيره يمكن هاي المشكله نفسها يعني مشكله كانت مش صغيره مشكله كبيره مع الشريك صار فيها اللي هو كلام انت غلطت هو غلط انظلمت فيها ويمكن هو المظلوم كمان يعني القراءه ممكن تكون عكسيه لانه عامه ولكن عم بشوف من بعد هيك عم بشوف اصلاح للامور عم يعني عم الامور ترجع زي ماضيها زي ما اول بلشت العلاقه شايفه للناس العزاب شوي متكبرين يمكن شوي مش حابين يرتبطوا باي حدا يعني عندهم مواصفات عالية جدا لشخص المستقبل عندهم فرص ولكن عم بشوفهم ما ما عم يلقطوا هاي الفرص او عم مش بتكبروا عليها عم بيشوفوها انه مش مناسبة مع انهم ممكن يكونوا غلطانين في هذا الموضوع فبقول لا اعطوا فرصة في شخص ممكن انه يظهر في حياتكم هذا الشخص ممكن يكون برجه اما ترابي اما هوائي يعني رح يكون منيح رح يكون كويس ممكن أدملكم الحب اللي انتم محتاجينه انا عم بحكي للعزاب مش للناس اللي في بحياتهم شخص معين عم بشوف فرصه حمل كبيره للناس اللي عم يستنوا حمل عم بشوف الحمل او هم اوريدي حوامل فعم بشوف الموضوع عم بيصير على خير مش مبين بنت او ولد مش عارفه يمكن بنت بس يعني هذا اغلب الاشياء بس شايفيتك حبيبي كتير عم تحتفل هذه الفتره عم تطلع من فتره قاتمه لفتره حلوه عم بشوف في تواصل روحاني عالي جدا بينك وبين الحبيب لو كنتوا على علاقه او لو كنتوا منفصلين، عم بتفكروا في بعض بطريقه فظيعه، التنين انا شايفه حب متبادل ولكن في اطراف اخرى عم تحشر حالها في الموضوع، فعم بشوف سيطره هدول الاشخاص لسه موجوده لحد الان، ولكن بالمستقبل القريب ممكن انه يعني تتخلصوا شوي شوي من هدول الاشخاص، اهم شيء رجوع ممكن يكون في سبتمبر. بالنسبه للازواج شايفه في ناس عم بتفكر في اشخاص اخرى غير الزوج او غير الشريك في يعني في علاقه ثلاثيه عم تكونوا داخلين فيها. بس بحذركم من هذا الاشي انه هاي الفتره تكونوا شوي حريصين من هذا الموضوع لانه ممكن شويه اسرار تطلع لبرا من غير ما تقصدوا او غصب عنكم فديروا بالكم من هذا الموضوع خلينا نشوف اذا في تحذيرات لبرج الدلو هاي الشهر إذا شايف انتصارات بالعمل يعني ممكن يكون اللي هو ترقية لأنه شايف عندك مفتاحين ممكن يكون واحد منهم مفتاح بيت ممكن تمتلك بيت أو تنتقل على بيت جديد والمفتاح الثاني ممكن يكون مفتاح مكتب اللي هو ترقية أو منصب معين فكتير حلو بالنسبة للتحذير اجاكم حظكم انه آه في في يمكن نفس الاشخاص اللي قلت لكم عنهم في, في ما بين الاصدقاء في شخص متخفي آه في شخص عم بيدس بي سم معين او سموم معينه أف افكار عم عن بيحكيها عنك بطريقه غير مباشره وكانك بتعرف هذا الشخص او ما بتعرفه انا ما بعرف بس إنه هذا الشخص ما عم يكنلك الخير وحاطك في راسه فدير بالك ممكن يكون بأي وسط يعني مش بوسط معين هذا كان بشكل عام خلينا نسحب كرت إلك وكرت للشريك إذا كان في شريك للعقل الباطن على شو عم بتركزوا هاي الفترة أو شو عم بتفكروا بشكل عام العقل الباطن إذن لبرج الدلو إذا برج الدلو ورق كتير حلو عم بتغير حالك أهم شيء عم بتغير حالك لأنه برج الدلو كتير طيب يعني عم بيستغلوا في ناس عم بيستغلوا هذا الموضوع فلازم تغير حالك لازم تغير شوي من تصرفاتك تحط حدود وأنا شايفتك هذا الشهر ماشي بال يعني بالاتجاه الصحيح خلينا نقول اذا كرت لك كرت للشريك بالنسبة لك حط يعني ما عم تفوت دقيقة طول الوقت عم بتفكر بالحبيب ما رايح ابدا من فكرك قد ما سبب لك مشاكل قد ما ظلمك قد ما عمل فيك لسه عم بتشوفه مثل الوردة لسه عم بتشوفه يعني ما تغير بتفكيرك ممكن بتفكيرك الواعي تغير آه عم تطلق عليه احكام وكذا لكن في عقلك الباطن انت ما زلت بتحبه حبه كبير واحلى كرتين آه كمان الشريك الشريك آه عم بيحاول انا شايفه في عنده طاقات سلبيه ممكن تكون من طرف ثالث عامل له طاقه سلبيه او آه يعني من طرف مو شرط طرف ثالث اللي هو خيانه لا يعني ممكن تكون اي طرف لكن عم بشوفه شوي شوي عم بتحرر من هذا من هاي التراكمات اللي عنده شايفه عنده مشاكل عم بيركز اكثر اشي على انه يخلص على هاي العوائق لحتى يمشي في العلاقه لقدام فهذا اكثر اشي عم بفكر فيه وعم براقب وبغار بطريقه فظيعه لكن ما عم يبين مبين عندي انه شوي شخص متكبر او عنيد غامض عم بخبي أمور أو بي بي بيتقصد يكون غامض لحد يغيظكم يمكن خلينا نشوف أوراكلز ايموشنز هاي هاي الفترة فترة عواطف بالنسبة لبرج الدلو رح يركز كثير على عواطفه واساسا هي فترة رومانسية كثير حلوة بالنسبة له سبتمبر شهر مناسب للعاطفة آه، نفس اللي قلنا عليه قبل شوي سبحان الله انه changing your mind يعني انه انت رح تغير تفكيرك او آه، الطريقة اللي بتغير اللي بتفكر فيها بالناس او انك آه، تحط حدود زي ما قلنا هذا آه، الكرت بأية هذا الموضوع هون بقول لك step away from the world and seek. بيقول لك شوي ابعد عن الزحمه الحياه المدن العجقه اللي بحياتك حاول تبتعد تعمل خلوه لحالك تقعد شوي مع حالك يمكن تعمل مديتيشن يمكن تعمل اي اي سلوك روحاني اي ممارسات روحانيه لحالك تعطي حالك شويه خلينا نقول يعني راحة من التفكير بيقول لك خلي حدسك هو اللي يحركك ما كتير ترد على عن ناس اللي حواليك أو على الناس اللي حواليك رح يكون يعني رح يكون في لغط لأنه قلنا قبل شوي في أشخاص حواليك ما عم يريدوا لك الخير فبيقول لك انتمي أو اتبع إحساسك وانت من الأشخاص اللي عندهم حاسة سادسة يعني قوية فهدول برج الدلو كمان بيقول لك نو ذا هذا الكرت كرت قانوني بس بيقول لك انه انتبه من الامور القانونيه من المخالفات بشكل عام انك تخالف وخاصه في العمل للناس اللي بيعملوا بيشتغلوا كون يعني ماشي على القانون 100% ما تتركها للحظ هاي الفتره بقولك تون باك أه في موضوع انت عندك اياه موضوع خلينا نقول في غموض كتير مشروع خليه خليه يكون مشروع او علاقة أه حاسس فيها حالك مثل الضايع مشروع ممكن يكون بالعمل او كذا أه دخلت فيه لكن أه مثل أه يعني مثل اندمت او دخلت ومش عارف تطلع من هذا الموضوع فبيقول لك اقرب شيء انك تطلع منه بلا ما تمشي كل هاي المتاهه وتضيع اكثر واكثر اطلع من هذا الموضوع او يمكن ادمان معين ممكن ادمان ممكن تعلق ممكن شيء معين فبيقول لك بلا ما تفوت بهاي المتاهه يعني اطلع منها هذا الشيء على فكرة جديد إن كان شخص أو حدث أو مشروع هذا شيء جديد ما عم يحكوا عن شيء قديم look forward بيقول لك صح في بطريقك كتير مثل معوقات أو challenges كتير بس بيقول لك لوك uh, فورورد بس تطلع قدامك خطوة بخطوة ما تفكر ب uh, يعني كتير ل, لوقت بعيد uh, كون متفائل وفكر بس ب, uh, باليوم وبكرة وكون سعيد ما تحمل حالك uh, أكثر أو ما تكبر الأمور أكثر uh, ما هي خفف عن حالك شوي رفح عن حالك هون بحكي لك. نفس الشيء بيقول لك امن بال Spiritual Guidance اللي جواتك كمان بيحكي عن الحس السادس والحدس انه في عندك حدس كبير استغل هذا الموضوع وممكن انك تنميه ممكن انك تنمي هذه هذه الموهبه اكثر واكثر بيقول لك انه التزامك كمان في الامور والمشاريع رح تلاقي عليها نتيجة حلوة كتير كتير بالفترة الجاي فمات يعني هون نفس الشيء بيحكي لك يور انترنال جايدنس ركز ما بعرف ليش طلعوا كل هدول الكروت على نفس الموضوع لبرج الدلو احنا بنعرف انه برج الدلو عنده حاسه سادسه يعني بس الكروت يعني كثير عم تحكي لك انه ارجع لهذا الموضوع نمي هاي الجفت اللي جواتك آه هذا الطائر اسمه كيوي عم بيقولنا او عم بيقول لك يا برج الدلو آه بيحكي لك اعمل مديتيشن عن طريق المشي اللي هو في في طريقه مديتيشن مش بس بالشمعه او انه نتنفس وكذا لا بتتنفس مع المشي وما بتفكر بشيء غير بالمشي علشان تصفي ذهنك من اي افكار تانية هو دائما هدف المديتيشن انه تعمل تركيز فوكس على يعني على, على على التنفس على البريذنج على إشي معين او بنادول او شيء يعني صوت معين بحيث انك تتخلص من كل الافكار ايجابيه او سلبيه لمده دقائق, دقائق. آه هذا الشيء بيعمل كثير فرق معك ويزيد طاقتك الايجابيه فهو بينصحك بهذا النوع من المديتيشن اللي هو بالمشي داي كل كل يوم لمده اسبوع فحلو يعني اتبعوها اعملوها اسبوع وشوفوا ايش بيطلع معكم يعني ما بعرف ليش طلعت لكم هاي الاوراكل نشوف كمان الفيري اوراكلز أه بيقولك لك بكفي انك تضلك تفكر حالك انه انت انت الضحيه انت فعلا انظلمت أه يعني انا بحاول اربط الكوت الاوراكلز بالقراءه اللي قراناها فبحكي لك يا دلو انه بكفي خلاص انك تفكر انه انت فعلا انت فعلا كنت ضحيه ولكن متابعه التفكير او استمرار التفكير بهذا الموضوع بيجذب لك نفس نفس الاحداث فاطلع من هاي الطاقه من انك انت تكون الضحيه وانا شايفه بالورق انه انت رح تغير جلدك ورح تغير من طريقه تفكيرك فهذا الشيء حلو آه حلو كتير بيقول لك celebrations آه في عندك احتفالات آه في في وممكن تكون زواج فحلو كتير وممكن تكون احتفالات مع الزوج أو الزوجة فكمان كرت حلو أو آه بيحكي لك I آه هذا الملاك آه بيقول لك آه I bring a message from your uh diseased love one من حبيبك السابق او وكانكم مبتعدين عن بعض بيقول لك ام هابي ات بيس اند اي لاف يو فيري ماتش هو بيحبك كثير وهو عايش في سلام مع هذا الحب بيقول لك لا تقلق يعني فيه لا تشك يعني في لا لا تفكر افكار مش حلوه وكانه بيطمئنك الحبيب أو الشخص اللي أنت حاطه في بالك يعني مو شرط يكون حبيب ممكن صديق صديقة بيقول لك إنه الصلوات اللي عملتها أو الدعوات اللي عملتها رح رح تصير إن شاء الله في في وقت قريب ولكن بيقول لك كمان هاي الصلوات مش بس عشان إنك يعني لا تعملها بس عشان إنك تحصل على شيء معين هي في حد ذاتها هي هيلينج هي استشفاء فممكن تكون كمان عاملها علط يعني عشان استشفاء مش عشان شيء معين هذا الكرت طلع معنا مقلوب هو اساسا منيح اللي طلع مقلوب لانه بي يعني بيحكي لك انه انتبه من المشاكل اللي حتواجهك مشاكل صغيرة ما إلها اهمية لكن بما انه طلع مقلوب معناته ان شاء الله ما في مشاكل والامور ميسرة وعلى خير ان شاء الله إيه نيجي للفقرة اللي قلنا عنها الاضافية انت رح تسأل سؤال حبيبي واحنا إيه انا رح اجاوبك بنعم او لا فانت اضمر على سؤال او اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال معين خلينا نعرف انه هل سيحصل وإذا اوكي يعني متى التوقيت او بشكل عام قريبا بعيدا يعني اللي بيطلع معانا ف هذا الشيء رح يحصل إذا لبرج الدلو او لا ممكن يكون سؤال يعني بسيط ممكن يكون هدف ممكن يكون اي شيء اوه مية بالمية إن شاء الله يا برج الدلو هذا آه هذا الكارت آه كمان يعني مبشر باكتر من آه من شغله يعني وكانه اكثر من حلم اكثر من امنيه رح تتحقق بنفس الوقت انا شايفه تنتين ماسك في ايدك تنتين شغلتين وعم بتكون عندك آه اللي هو يعني فرح كبير آه نتيجه هاي الشغله حلو كتير آه نشوف إذا في وقت معين أو شيء متى هذا الإشي ممكن إنه يصير بشكل تقريبي طبعا مش محدد قريبا جدا هذا الإشي رح يصير بعد أربع إشارات يعني أربع مثلا أربع أيام أربع أشهر أربع أسابيع اللي هم أربع